سلام عليكم. انت ناديتني في حاجة حضرتك ولا مالك؟ شدتني ليك وقلت اشتري. لا حضرتك المرقعة مش لايقة عليك، مش واكلة. باي باي بقى، نعم يا اختي. باي باي بقى. هو في ايه؟ في مرار طافي، ايه؟ مرار طافي. ايوه انا عارف، بس ما تاخدهاش على صدرك قوي عشان اعصابك. باي باي بقى. لا خديها خديها. في مرار طافي. ست الشاي في سلعاوي ما تقلقيش. ولا مالها السلسلة يا ولد؟ عجباني. خد يا اخي السلسلة. لا كده مش بالرضا. انت قصدك على السلسلة ولا اللي تحت السلسلة يا ولد؟ لما لسه في حاجات رخيصه اهي، امال الناس ليه بتشتكي من الغلاوه؟ استحموا. نعم يا فندم. استحموا. في ريحه واصله لك ولا حاجه؟ مش معنى اننا في الشتاء ما نستحميش. لا حضرتك، ما احنا بنجيب لكم البرفان ده ابو جنيه، ده بيظبط الكلام ولا انت شم حاجه ولا حاجه؟ احنا بنشوفكم وبتركبوا المواصلات مع الناس والناس بتشموا ريحتكم. استحموا. احنا سمعنا قوي كده، باكل برفان ابو جنيه ده غشوه ولا ايه؟ ما بقاش يعمل حاجه. دي صاحبتي. دي عيد ميلادها يوم 17. ماشي. نعمل ايه يا بنتي؟ خلاص. هو حضرتكم فاضيين؟ ما لكمش طبيخ ولا حاجه؟ حضرتك في حد بيزغزغك ولا حاجه؟ هو جه الفضا اكلتها خس. اعمل ايه ده؟ ما احنا ما لقناش حاجه نعملها. ما حضرتك ممكن تدور على سجاد تغسليه، غسيل تنقعيه، اي حاجه. هناكل خس. تاكلوا خس؟ هو ده خس ولا بانج ولا ايه؟ مالكم انتوا؟ مالهم الستات؟ انا عارف، بس كانوا بينهاروا بادب وكل اول شكلهم دلوقتي بيحششوا. لا حول ولا قوه الا بالله. ده هتيجي. طب طلع لسانك واخبطه كده. هي هتيجي هتيجي. لا اله الا الله. خد هنا. راح فين؟ انت كنت عايز ايه؟ فلوس اهي. فلوس اهي يا جماعه. قال لي ايه؟ لا عند شارع ديك ورا مع محمود برشام اهو. يعني انت ربنا يوم ما يفك عقدة لسانك وتتكلم تقول كلام مش مفهوم. مع محمود برشام. امشي امشي. انصرف انصرف، لا تأذينا ولا نأذيك. اظن الرساله وصلت، مش محتاجه حاجه يعني. في ايه يا معلم؟ مش مصدق؟ لا تصدق. صدقت خلاص. الدنيا اخدتنا رايحه جاي. اه رحت معاه مشوار يعني ولا ايه؟ هلمتنا قوي، كسرتنا قوي، دموعنا سالت قوي. وعلى فكره انا مخنوق قوي. هلمتنا الدموع انه نجمد وجمدنا قوي برضه. طب كويس برضه عشان ما تحمرش. فما انت الا مغفل. ليه يا معلم بتغلط؟ انت مكبر الموضوع قوي على وانا مش فاهمه. ومش هننكسر تاني. شات اب لمن اراد ان يكسرنا. الله، في حكمه في الموضوع وانا مش واخد بالي. وايه شات اب؟ فما انت الا مغفل. ولا تعال اقف، ولا تعال اقف، ولا سكت لك كتير وانت عايز تاخد بالجزم. هل تنتقدني وتعتقد بانني وحدي؟ اه لوحدك، ولا انت جايب لي اصحابك الصيع يا شات اب؟ ايها السكميك. سكميك الله تشتيمه دي، ولا بس شكله غبي. بقول لك انت معلم، انت تعرف محمد احمر؟ تبا ايها المغفل. الله ده هيقطروا عليا دول. ولا تعرف محمد اخضر؟ فخوي ليس لوحده. نعم ليس لوحده. ايوه يا باشا، انا ما كنتش اعرف والله، ما كنتش بالي. نحن معه، نحن ذراعه الايمن. نعم. شات اب شات اب. ارحل من هنا. ترحل ايها المغفل. ارحل. طب ما اجيب لكم دور شاي ولا حاجه رجاله؟ ما ينفعش ارحل كده يعني، اعمل معاكم اي واجب ولا الناس تاكل وش. ارحل. واخد سيكميك. سيكميك برضه ولا انا ما رضيتش اتهور بس يا جماعه عشانكم والله. والله دم هيطرطش وبتاع ودمكم هتتوسخ وهتدوا عليا وانا مش عايز اعمل كده. مالك يا معلم؟ ولا في حاجه ولا ايه؟ بتقطع التيشيرت ليه؟ دمك هتنفخك. وايه الكرش ده؟ وده الراجل الاخضر ده ولا الراجل الاهبل ولا انت تعرف محمد الاخضر؟ تعرفه ده قريب وانت ولا؟ بص، هو الناس الطبيعيه عموما يعني بتربي كلاب قطط. مش كله والله، ايه هو يعني. اما انا بربي عرس. حلو العرس، بتنفع بتربي؟ انا بربي عرس. عرس اه ما شاء الله، دي مزرعه مزرعه. بتعمل بيهم دول يا معلم؟ اه قوم تعملوا لنا حوش بس خلاص. غطي غطي الحاجات دي بتتحسب. الراجل لقيت واقف مع البت الصفرة. الصفرة بتقول له، بقول لها نفسي في الزنباع. قالت له تعالى يا اخويا من عيني. شوفي الصفرة، شوفي ايه الزنباع ده؟ وانا هعمل لك الزنباع ده. عايزه تسحب الراجل، ما عارفه عارفه ان الراجل اصلا بطبيعته تفس. وانت ما عملتلوش الزنباع ليه؟ انت كنت لميتي الليله. الزنباع ايه ده يا ولاد؟ لبست عبايبي العبايه بتاعتي وخدت كيستي واروح اشوف الزنباع فين بينباع. ايوه انزلي السوق كده وبتاع، انا عايزك تهري الزنباع. هروح السوق ادور على الزنباع ده. لقيت الصفرة مصاب، بتقول له طلقها. طلقها دي ما بتعرفش تعمل حاجة، دي معفنة. الصفرة أول مرة تقول كلمة صح في محلها. دي معفنة ما بتعرفش تعمل حاجة. هي بتعرف تسوي طبق سلطة ولا محشي ولا أي حاجة ولا حلة محشي ولا تعمل حاجة. ولا حتى شوية زنباع.
اللي هو ايه زومباعده؟ هنزل هنزل دلوقتي، الدنيا بتشتي بترخ، بس هنزل يا انا وانت يا صفرا يا ام صفرا. اوعى تتكلموا، دي بتقدم عبره، دي عبره للست ازاي تحافظ على بيتها وجوزها وما تسيبوش للصفرا وتعملوا زومباعده. سلام يا حبايبي. سلام اختي، سلام، الف سلامه، يا رب النتيجه. هوب بينا فولتر، احسن اكله بتاكلها ايه؟ بيتزا. الله بيتزا. الله بتحبها؟ بتحب البيتزا؟ ما انا رايحه عند صاحبتي اللي مش طايقاني. هو مرار طافح فعلا، في مرار طافح في ايه دي؟ والله هجيب لك السلع انا في الاخر، ظروفك راقصه والله هينسيك كل الهم. يا سلع دلع الارض هتولي. ام احمد كان عندها هم الدنيا، والله جبت لها السلع مره بس قاعده تطبخ على السرير. كل ولا غني لك يا سلع يا غالي، يا عشيق بيوافق وغاديك بيوافق وحياة رب العزة، ده انت عندي غالي. بركاتك يا سلعلة، بركاتك. صرتي كل الناس علشانه. الله. علشان استحملت له. انا سمعت ان جورج وسوف بقى من المعجبين دلوقتي، خلاص تكت الحفلة امتى ان شاء الله؟ تف تف. يا بتعة يا بوايات اللي بتقعد تشتمني في التعليقات دي، ما تقومي تطمني على ركبك، شايف على الحاجة؟ اديها حاجة، اديها. بتعمل اجراء اسمها بتجرينا. الله باليه، باليه كمان، دي اسمها حركة البجعة دي في الباليه. امشي امشي يا ست، روح شوف لك تربة. هلا عيد ميلادي، اللي بحبني بيجي والمقبوط ما بيجي. دبي دبي. طبي طبي، انا هوسع عيالي والله، اول ما اكبر ما يمسكلوش موبايل ابدا، مهما اتحيلت ما امسكش، لا لا نفسي بعمل حركة البجعة انا كمان. دبي دبي. او بقول طبي طبي. وفاتني لتبعد عني وتشغل. الله الله، نظف ودنك، نظف من القرف اللي انت عمال تسمعه. ودعني من غير ما تتكلم. اكيد مش هيكلم ولا ابقى هيقول ايه البومه يعني، على فكره يا فندم انا طبلت ودني باظت. وكفايه قلبي انا مسلم، ده عينيا دموعها دموعها بتتقلب. عاجبك اللي امك بتقوله ده ولا انت مالك؟ متنحه ليه؟ جاي ودنك باظت برضه ولا؟ خايف غربة تحلالة، ده أساسي تفي في وشي لو رجع غربة تحلاله. يا مسافر وحدك وفايتني. خلاص كفاية كفاية، البنت جالها توحد، خدي بالك ولا تقل لها فيها. يلا بقى حكمة اليوم، لازم نديها حكمة برضه. ولما تقوم من وقعة بتعبك ما تصدقش الكلام، صدق اللي انت شفته بعينيك وحسيته بقلبك بجد. الله حكيم، حكيم العربي بقى حكيم، بيدي حقن. خلاص عربي، خلاص الحكمة وصلت. لا حضراتكم، ده فيديو من الصورة اللي انتوا بتصوروها دي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، العيال هيخشوا يشوفوها. لا انت نزلتيها بجد؟ لسه بتحمل الصورة يا نهار ابيض. لسه مقتنعين برضو اللي هي صورة، بتقول لها لسه بتحمل. يا عم تروح تتعالج يا عم وتجيلنا، وايه اللي انت عامله ده؟ كتاب حياتي يا عين. ايه يا جدع؟ في ايه يا جدع؟ مش كده، ايه المشاعر دي؟ ما شفت زيه كتاب. كان كتاب كبير هو شكله، لان عمال يعمل كده، كان شكله كده معدي 60 ورقه. كتاب حياتي يا عين. الله يرحمه، والله مات هو وارتاح الفنان حسن الاصلي. الفرح فيه خدت بالك انت وهو بيعمل كده وبيحزق، ما الصوت ده ما بيطلعش من بقه. الباقي كل عذاب في مرار طافي. انت هتقع مني انا عارف، انا والله صوته حلو. لازما اهدد امي ان انا هموت نفسي علشان لما جوزتنيش اللي انا بحبه هقول لها هموت نفسي بقى، احطها تحت امر واقع بقى وهددها بقى. انت موتي نفسك على طول، ما تهدديش، ما الامهات ما تفهمين الكلام ده، موتي نفسك هي هتندم بعد كده. يلا يا ام النهارده اطلع على السلم ده، ترمي نفسك مع السطوح، يلا خلصينا. بس لازم انا اهدد. روح فين يا ساره؟ يلا يا بنت انت ما تسيبها، يا واحد انتحر. ايوه يا فارس، عايزه اموت نفسي. اموت نفسي عشان امي مش راضيه تتجوزني اللي انا بحب. لما تتجوزيني انا شبه مهند. ايوه هو شبه مهند فعلا، بس مهند صاحبي. والله لو هموت، لو انت اخر راجل في العالم عمري ما افكر في الجواز فيه. هي صح. ده طلع بيمثله، ده المسلسل ده شكله هيتعرض في رمضان ده. خلاص يا رب اقطع علينا النت حتى لو ساعتين زي النور. واحد بيقول لي انت بتعملي حواليه، امال بعمل سويت.
مية على وايه السويت يا ابن الابل. امال يعني نضيفة براني؟ اكيد نضيفة جواني. لا انا جو فيلم راح مرخيص بتاع اللايفات ده مش واكل معايا. معانا ومعاكم ليالي الشتاء الحزينة. بتصحيني ايه؟ اول يوم الشتاء الحزين. بتصحيني ليه حزين؟ جوني حزين على حزين ايه بس؟ بتصحيني ليه؟ انت هتقول حزين حزين عليكي؟ لا بتصحيني ليه؟ ما صحتكش. امال ايه؟ عامل لك جو رومانسي. قوم يلا قوم. رومانسي ايه؟ مش رومانسي ايه بس؟ الجو ساعة وانا نايم في ايه؟ في مرار طافي. لا هتقولها السلعاوي خلاص مش هتستحمل معانا اكتر من كده. ايه رايك دلوقتي حاسه بايه؟ دي حاجه في مرار طافي. طب سلام عليكم. ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي.